صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. هذا سوق شعبي في جورجيا، تحديدا في باتومي. هوبا بازار، هوبا بازار. راح ندش الحين ونشوفه. طبعا مثل ما ذكرنا هذا السوق شعبي ومتنوع، كل شيء فيه تقريبا. اكسسوارات، ملابس، هني مال المكياج، لعب اطفال، هني بعد لعب اطفال. مدخل النيل ومدخل هذا ثاني النيل، راح نشوف المدخل هذا. سوق شعبي، مضاعفه متنوعه، تقريبا كل شيء موجود هنا. الساعات هذه فلوزات، مطرونات، الله يكرمكم، جواتي، فساتين، هذه فنايل، شغلات كهربائية، كافيه، قهوة، هذا جزء كهربائي 12 ساعة، حتى البيض موجود. بيع الجملة الظاهر. هذا قسم الغذاء هنا. حلويات والكلينكسات والمشروبات هذا اللاين. صابون، صابون،
ما شاء الله. ما عارفين عندهم بعد هذا القلاصات واواني نذكر مرة ثانية اسم السوق اسمه هوبا بازار في جورجيا باتومي سوق شعبي. هذا نفس الأسواق اللي موجودة سوق المسقف، لها أسامي عدة أسامي. هذا مسقف فوق شبه يسمونه سوق المسقف في بعض الأماكن عندنا الأسواق الشعبية نفس الشيء هذا. كعك كهربائية مني ملابس هذه بقالة. هذه مجرد فكرة بسيطة عن السوق، يعني الفيديو تكلم عن نفسه مثل ما اشوف السوق يتكون من شغلات هذه اللي شفناها فيه. شنط